بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. كان احمد يقول اهل البدع بيننا وبينكم الجنائز. الذي يظن انه سيصل بالانتخابات فهو مغفل مغفل مغفل. ọ̀nà mẹ́ta ni wọ́n pín sí lórí ọ̀rọ̀ ká fi ẹ̀hónú hàn. ma fi khilafiya hada bil ijma' tajib ta'at wulati al umur ma fiha khilaf. ọgbọ́n àkọ́kọ́ hadisi tó sọ wípé bàbá tako olórí àbí tábà ṣe wáàsí fún kó jẹ́nu kọ̀rọ̀ yàrá. Mo ti sọ fún wa wípé hadisi náà àwọn onímọ̀ ṣe yàpa ẹnu lórí nílàlàáfíà rẹ̀. Ìyẹn tó wàá fi kún ni wípé hadisi yìí kò sí nínú sahih bukhari, kò sí nínú sahih muslim, kò sí nínú tirmidhi, kò sí nínú abu dawud, kò sí nínú ibnu maja. Àwọn ògidi tíra sunna tá à ń pè ní asunan àti àwọn jawami'u kò sí hadisi yìí níbẹ̀. Àwọn ẹ̀rí wá fún ìsàtúnṣe olórí níta gbangba, ìsàtúnṣe olórí níta gbangba, ìsàtúnṣe olórí níta gbangba. A mú ẹ̀rí mẹ́fà wá, a wá pín mẹ́fà sí ọ̀nà méjì. Mẹ́ta nínú mẹ́fà yẹn kó máa jẹ́ ẹ̀rí fún ìtako olórí níta gbangba, ìtako olórí níta gbangba, ìtako olórí níta gbangba. Nígbà tí olórí bá wà níjókòó. Mẹ́ta kejì yóò máa jẹ́ ẹ̀rí fún ìtako olórí nígbà tí ò bá sí níjókòó ní ìta gbangba. Fún àwọn ẹ̀rí wá fún ìsàtúnṣe olórí níta gbangba. Kí a máa fi ẹ̀hónú hàn láti fi sọ fún ìjọba wípé nǹkan tẹ́ ń ṣe yìí kò tẹ́ wa lọ́rùn. Alákọ̀ọ́kọ́ tí a gbọ́dọ̀ mọ̀ ni wípé ìdájọ́ kádigun fẹ́ gba ìjọba nínú ìlú gédéńgbé ó yàtọ̀ sọ́rọ̀ protest. Ẹni tí máa ń sí wọn papọ̀ ẹ sọ fún pé kó bẹ̀rù Ọlọ́run. Nínú Islam ká gbàjọba àlìbágíyù ni wọ́n ń pè yẹn. Ẹni tó jáde ní tó torí ẹ̀ jáde ni pé tóun ó bá fi wọlé padà ẹni tó wà ńbẹ̀ lólórí ó ti kúrò ńbẹ̀. Àmọ́ ẹni tó ṣe protest kò jáde pé kó lórí kúrò, ó jáde pé a fẹ́ sọ fún lórí pé nǹkan báyìí ń dùn wá. Kí a máa fi ẹ̀hónú hàn láti fi sọ fún ìjọba wípé nǹkan tẹ́ ń ṣe yìí kò tẹ́ wa lọ́rùn. أحسن الله عليكم. يقول السائل: من يدعو إلى الخروج ويقول إن الخروج عن جماعة المسلمين لا يعني الخروج بالمظاهرات وإبداء الرأي، بل الخروج المحذر منه هو الخروج المسلح. الخروج أنواع، منه الخروج بالكلام، هذا خروج، إذا كان يحث على الخروج ويرغب بالخروج على ولي الأمر هذا خروج ولو ما حمل السلاح، بل ربما يكون هذا أخطر من حمل السلاح. الذي ينشر فكر الخوارج ويرغب فيه هذا أخطر من حمل السلاح. يكون الخروج بالقلب أيضا، إذا لم يعتقد ولاية ولي الأمر وما يجب له
ويرى بغض ولاة الأمور المسلمين، هذا خروج بالقلب. الخروج قد يكون بالقلب والنية، قد يكون بالكلام، ويكون بالسلاح أيضا. نعم. بلغ ما قلت بجنة يقول في عنه هو لو قد بجانب في عوات عباجي أفرودا عوانا لا طريعة يقوم فاتي ولا يرعى عوانا لا طريعة يقوم فاتي ولا يرعى دو سوى يوفى بطوك جي 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 يوفى الواق وإلا نعبد لشيء قطع لشيء عبوك يرى من الجيرية أنا أصنع أنا أدوات أحنا أصنع أنا أصنع أنا أصنع أنا أصنع أنا أصنع أنا أصنع I don't know. إذا كنتم تحذرون من المشاركة في الانتخابات فكيف يصل المسلمون إلى الحق وتحكيم الشريعة؟ الذي يظن أنه سيصل بالانتخابات فهو مغفل مغفل مغفل. ما الذي سيصل الانتخابات الذي عنده ملان هذا المسجد دولارات أمريكية وفي الليل يمشي إلى مشايخ القبائل وإلى الضباط وإلى كذا وكذا، هذا الذي سيفوز في الانتخابات. أما شخص حتى إذا فاز في الانتخابات فالحكومة ستوجه له المدانة والرشاشات والله تبتاع. المهم ما هم ليسوا مستعدين أن يعطوها بالانتخابات، فنحن نعلم إن شاء الله في حدود ما نستطيع والله المستعان. أنا بقوم بفاتي ولا أنا روا كنت بقوم بفاتي ولسيني يقول جميع فاتي أو يلو أما أو مرحبا يتوكي تسيبا سوبا يا علي بلا في الوات ويا إجا في ألا فكان تدا إلا إلو خالي في دوا بيا ويا في دوا أي أيا ولي مكان تدا أو يا في تدا وانيا سيخان تدا وانيا بوا فروب ويكي مو بكان سيخان تدا تبويا تسيبي تبويا تنسي yóò padà bí kò jẹ́ àmà nípa gọọmẹ̀tì pé àwọn yóò padà sí dìbò fún un látara bẹ́ẹ̀ díẹ̀ yóò sì máa lọ nìyẹn. Àwọn tó fẹlẹ̀ nílẹ̀ egypt náà mùsùlùmí dá ẹgbẹ́lẹ̀ ìkwárìmùsùlùmù wọ́n dá ẹgbẹ́lẹ̀ láti bí more than 70 years. انا بقول حينئذ ليس صوابا ان يقال انه الأخوة المسلمين هم من أهل السنة لأنهم يحاربون السنة. أنا أتبرأ من منهج الأخوان المسلمين. هم كالأخوة المسلمين ما يهتمون بالدعوة، ما يهتمون بما أسميه بالتصفية والتربية، همهم بقى السياسة والمناصب والانتخابات والبرلمان ونحو ذلك. الحياة البرلمانية هو مجلس الشعب أو مجلس الأمة، هذه المجالس مجالس في الأصل أوروبية أجنبية غير إسلامية. البرلمان يصل العضو إلى البرلمان بالانتخاب، ونحن نعلم معنى الانتخاب، وإن سموا الانتخاب الحر أو الانتخاب النزيه لا يوجد انتخاب حر ولا نزيه، شراء للأصوات ومحاباة ومجاملات ومعاني كثيرة، هذا شيء معلوم. ثم إذا وصل العضو إلى البرلمان فصار عضوا في البرلمان يقسم على احترام القانون قسما، وهذا الاحترام وهذا القانون الذي أقسم على احترامه ليس قانونا إسلاميا، قانون وضعي. لو سألت عضوا في البرلمان هل برلمانكم هذا سلطة تشريعية
أو سلطة تنفيذية، ماذا يكون الجواب؟ سلطة تشريعية تشرع، أي سلطة تشارك الله في التشريع وتنافس الله في التشريع. وهل يجوز لمسلم أن يسمي نفسه أنه مشرع؟ يسمون الأعضاء الآن العضو التشريعي، عضو في اللجنة التشريعية، ماذا تشرع؟ أما نكتفي بشريعة الله؟ شريعة الله موجودة في الكتاب، أنزلها كاملة. إذا شرعنا تشريعا مخالفا لشريعة الله معنى ذلك لم نرضى بشريعة الله. إذن تلك المجالس مجالس يكفر بها بكتاب، يكفر فيها بكتاب الله ويستهزأ بكتاب الله. لا يجوز لمسلم يرحم إيمانه أن يشترك في البرلمان اليوم. البرلمان هو وإن كان قد تختلف الدول التي تعيش الحياة البرلمانية في تطبيقها للديمقراطية، وفي الغالب كلهم يطبقون الديمقراطية، والديمقراطية معناها حكم الشعب نفسه بنفسه، أي يتركون الله ويتركون دين الله، يحكمون أنفسهم بأنفسهم. يأتي بعض الناس اليوم ويقول الخروج على ولاة الأمر والثورة على ولاة الأمر الذين في أعناق الناس عليهم بيعة ليس للسلف فيها منهج، فبعض السلف قال كذا وبعض السلف قال كذا، وينقل نقلا من هنا وهناك، وهذا هو المنهج الذي حذرنا الله منه. كيف نعرف المنهج، منهج السلف؟ بمجموع أقوالهم ومجموع أعمالهم، لكن الواحد منهم ما جعل الله له العصمة، والاثنين منهم لم يجعل الله له العصمة. النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أن هذه الأمة خير أمتي من الصحابة، خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فالخيرية في المجموع. فلذلك قد يقع الواحد في شيء يجتهد فيه وأمره إلى الله جل وعلا وله فضله، لكن العالم لا يتبع في زلته، العالم وهو عالم لا يتبع في زلته، الاتباع يكون في الكتاب والسنة. ما جعل الله لأحد العصمة بعد نبيه صلى الله عليه وسلم، لكن الأمة في مجموعها معصومة، لأنه لا بد من قائم لله بالحجة. وهذه من أهميات من مهمات المسائل. فيأتي فيقول السلف ليس لهم منهج في هذا، في ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقول السلف ليس لهم منهج في هذا. وين اللي أصله العلماء، الإمام أحمد والأئمة والبربهاري وابن خزيمة وابن تيمية والعقائد؟ وين تعليم الناس الواسطية؟ أين كتب الاعتقاد؟ أين كتب أين منهج أهل الحديث؟ أين منهج السلف؟ يذهب بالاستدلال بقول فلان أو فعل فلان واحد أو اثنين، هذا هو اتباع المتشابه، ترك المحكمات واتباع المتشابهات. إذن فمن أتى بشيء في العقيدة يخالف تأصيلها وأساسها المجمع عليه الكثير في الكتاب والسنة من في أمور الاعتقاد أو في أمور المنهج أو أمور التعامل، بالاحتجاج بشيء هنا أو هناك يخالف هذا الأصل، فهذا اتباع للمتشابهات. حتى أول الحديث بل أولت أحاديث ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، ما ذكره الله جل وعلا نراه عيانا بيانا.